مصر والأهلي أقل واجب. أقل واجب الحقيقة مصر بتواصل دورها الوطني الكبير ودورها التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتدعو القاهرة لمؤتمر السلام اللي أشار إليه المهندس عدلي في النظر لما يحدث في فلسطين المحتلة. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود هذا المؤتمر بحضور دولي كبير جدا وله دلالات كبيرة. ده كان برضو جزء من الموقف الوطني المصري اللي ثابت تاريخيا في كل هذه المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية. هذا الحضور يا أستاذ إبراهيم بيعكس أن ما زال المجتمع الدولي يرى أن أوراق اللعب لا يمكن أن تخرج مصر من المعادلة، ولكن يجب أن تقود هذا الأمر اللي هي الالتزام التاريخي بتاعها تجاه هذه القضية التي لا يمكن أن تموت بالتقاضي. طيب، انطلاقا من هذا الدور الوطني الكبير لمصر، جاء دور النادي الأهلي وهو جزء من هذا الكل الكبير، الجزء الرياضي المتمثل في المسؤولية الكبيرة للنادي الأهلي تجاه أشقائه في فلسطين. الحقيقة استتبعه حزمة قرارات من مجلس الإدارة كلها تعكس هذا الوعي في الدور الكبير للنادي الأهلي. يمكن ما كانش بس شاشة قناة الأهلي الشاشة الوحيدة اللي تم تبليكها أو تحولت إلى شاشة سوداء زي ما أنتوا شايفين لمدة 4 أيام خلال فترة الحداد، تضامنا مع دي يمكن مجموعة القرارات، لكن الشاشة كلكم شفتوها وهي بلاك طوال فترة الحداد تعلن عن التضامن الكبير جدا مع الإخوة في فلسطين والرفض التام لما يحدث ليهم. كان موقف قناة الأهلي أو موقف النادي الأهلي من خلال شاشته تقريبا ربما كانت الشاشة الوحيدة اللي تم تبليكها إعلانا لهذا الحداد في هذه الفترة. أخذ النادي الأهلي حزمة قرارات مهمة جدا، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدوري الأفريقي غدا، تقرر تخصيص العائد بالكامل لإيرادها لصالح الإخوة في فلسطين، وأيضا تم تخصيص 6 سيارات إسعاف هيكونوا موجودين في استاد القاهرة غدا للتبرع بالدم لصالح جرحى فلسطين، مع فتح مقرات النادي كلها لاستقبال الأعضاء الراغبين في التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين. كمية أو الموقف كمان، أنا بس عايز أعلق على مباراة الغد أستاذ إبراهيم. كان النادي الأهلي أول من بادر مبكرا ومنذ اليوم الأول أنه أعلن أنه سيخصص دخل مباراة العودة في القاهرة بتاعة سيمبا لصالح الأشقاء في فلسطين. وده الحقيقة بيلقي بمسؤولية كبيرة على جماهيرنا الواعية اللي كلها كانت بتتساءل ازاي تقدر تقف وازاي تقدر تساعد. ساعد بالحضور، فنضرب عصافير بحجر. العصفور الاول طبعا ان احنا نحقق ايراد محترم نقدر نساعد بيه في هذه الازمه التي يحتاج فيها اشقائنا لكل خردله. اتنين، الحضور ايضا المكثف في مباراه مهمه لمسانده الفريق. انا ارجو ان اسمع بكره ان كل التذاكر المطروحه قد نفذت، وان التبرع بالدم يعني يعمل ارقام قياسيه، لان مفيش فرصه احسن من دي واسهل من دي. ها، بنجيب لك المساعده لحد عندك. النادي الأهلي يتبنى هذا الأمر، واعتقد ان جماهيره سوف يعني تندفع علشان تقوم بواجبها هي كمان.